يربط الكثير من المؤرخين خلافة المولى عبد العزيز لوالده السلطان الحسن الأول بالحاجب الملكي أبو حمال، والذي كان معروفا بطموحه الشديد والذي لا يعرف الشبع أبدا، وكان على استعداد لفعل كل شيء لإرضاء رغباته، بحيث لم يتكهن بحدود لمؤامراته إذا ما أهمه أمر من الأمور، كما يصفه الكاتب جابرييل فير، دون أن يستحضر أدوارا هامة للرقية والدة المولى عبد العزيز في ذلك. في هذا التقرير التاريخي نكتشف عن شخصية للرقية، هذه الجارية التركية ذو الأصول الشركسية، وكيف دخلت القصر الملكي، وكيف تزوجها السلطان الحسن الأول، وكيف أقامت تحالفا قويا وسريا مع الصدر الأعظم أبو حماد لتحكم المغرب 6 سنوات بعد وفاة السلطان الحسن الأول عام 1894 إلى غاية 1900، وكيف نصبت ابنها بعد ذلك، ابنها الأصغر المولى عبد العزيز، سلطانا على المغرب. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها داعما لهذا المحتوى. بداية، لا نتوفر على صورة للرقية، فقد تزوج السلطان الحسن الأول 5 زوجات وهن علياء ستاتية قبل 1876، لالا زينب، ثم لالا خديجة بنت العربي، ولالا زهرة بنت الحاج المعطي، ولالا رقية، وأنجب معهن 27 طفلا وطفلة. يكشف التاريخ أن السلطان المولى الحسن الأول الشهير بصولاته وجولاته في جل أنحاء المملكة، حتى تحول عرشه من القصر إلى صهوة جواده، استقدم في عز حكمه 4 نساء قوقازيات من تركيا بثمن باهظ، وقد كن ذوات جمال وتربية رفيعة، كان أيضا يقول الباحث الفرنسي هنري دولا مارتينيز يعزفن بإتقان على الآلات الموسيقية ويجدن الرقص والغناء. وحسب الباحث، أدى السلطان المولى الحسن الأول من أجل استقدام هؤلاء النسوة التركيات ما يناهز 100,000 فرنك، بل إنه تعلق بإحداهن ليتزوجها فيما بعد، فكان أن منحها اسم للرقية، وكانت لها منزلة كبيرة عنده، خاصة بعدما أنجبت له ولدا سيتولى الحكم من بعده، وهو السلطان المولى عبد العزيز. للإشارة، لا تذكر المصادر لا المغربية ولا الأجنبية اسم لالا رقية الحقيقي. كانت لالا رقية الأم العزيزة، كما يحل للسلطان المولى الحسن أن يناديها، جارية فاتنة اشتراها السلطان بأموال طائلة، سيدة شركسية اشتهرت بقوة الجمال. وكان السلطان المولى الحسن الأول في السنوات الأولى من حياته مغربا بها، حسب الكاتب جابرييل فير، وكانت مفضلة عنده على سائر نسائه 5. يضيف لويس أرنو، لم تكن قوة الجمال هي السمة الوحيدة التي طبعت مسار لالا رقية والدة المولى عبد العزيز، فهي سويداء قلب الحسن الأول كما يصفها إدريس منو، بل ما عرفت به كذلك من رجاحة عقل وجمال فاتن توجهما، ما عرفت به من سخاء وجود، مما جعلها ذات حظوة ونفوذ عند المولى الحسن الأول، يقول صاحب كتاب في صحبة السلطان. فقد استطاعت أم المولى عبد العزيز بما لها من جمال أخاض وتأثير فاتن أن تثني المولى الحسن عن سجن قائد متوكا. لقد كان المولى الحسن يفكر في سجن قائد المنطقة الحاج مسعود، الذي بدأت أهميته تتنامى بشكل بارز، وبوصولنا إلى دار القائد فوجئنا باستقبال كبير مدهش كثيرا. لقد كان مقامنا في هذه القصبة كله أفراح وحفلات لا تنسى، وعندما جاءت القبيلة بالهدية في اليوم الموالي، لاحظنا ضمن أشياء أخرى صفا من الرجال مرتدين ثيابا بيضاء
مصطفين يحملون على ظهورهم أكياسا ثقيلة من الدروات، بالإضافة إلى تقديمهم 10 أو 15 بغلة جيدة و25 إلى 30 فرسا جميلا وقويا مزينون كلهم بالذهب والفضة، بالإضافة إلى الأتواب والزرابي. ثم تقدمت بعد ذلك عائلة المتوقي بهدية خاصة، حيث كنا نرى الخيول أكثر رشاقة وأكياسا مليئة بالقطع الذهبية، يقول السالم العبدي. ورغم كل هذه الهدايا وقيمتها، فالقائد المتوقي لم يكن مطمئن لجانب السلطاني، لأنه يعلم أن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فلم يجد المتوقي بدا من البوح بإحساسه لبوحماد الذي كان يجامله. الآن يمكن لي أن أموت أو أسجن، لا يهم، إن قمة السعادة عندما متعني الله بفرحة استقبال سيدنا بداري، يقول سالم العبدي. فأجابه الحجب الدهية: إن كلامك حلو كالعسل، فالسلطان يشكر لك تصرفك وكلامك الجميل، قل لي الآن ما طلباتك، يضيف سالم العبدي. وقبل أن يجيب القائد المتوقي، استحضر خصال للرقية وخضوتها عند السلطان، فقال: معروف صغير أوده منك أن تطلب من السلطان موافقته بإمكان زيارة أهل بيتي لنساء السلطان وتقديم الهدايا. وعند مغيب الشمس، يضيف سالم العبدي، شرعت نساء المتوقي في الذهاب عند نساء السلطان، فجاءت الزائرات راجلات دون حراسة ودون ثياب جميلة كما نجد عند شلوح، لكن كانت تحمل كل واحدة منهن على ظهرها جلد جدي مذبوح محشو بالذهب. وهكذا دخلنا عند المرأة المفضلة عند السلطانة للرقية التي استقبلتهن بحفاوة، ثم وضعن هداياهن المقبولة. لقد شكلت للرقية بما عرف عنها من كرم وعفاف وحضوة عند السلطان ملاذا للمتوقي وأهله، فهرعوا إليها للتشفع لهم، فلم يخب مسعاهم. وهو ما يستشف من رواية سالم العبدي للويس أرنو: إن هذا المتوقي، يقول الحسن الأول لحجبه أبو أحمد، لا يستحق أن يسجن، انظر كيف يستقبلنا. وفي الحقيقة لا يجب اعتباره عدوا للمخزن بل دعمة له، فعلينا تركه في أمان ونتقبل قبيلته دائما بارتياح أكبر. وعلينا الآن أن نقوم بدورنا بحفلات كبيرة يحس بها المتوقي أنه صديق لنا. وعرفت للرقية كذلك برأفتها بالسجناء، إذ يسجل التاريخ في عهدها أن كل صدقات القصر التي تجود بها الأيدي من نساء القصر كانت توجه إلى السجون ليتعاون بها المسجونون، وكذلك الحال في طعام العقيقات وطعام الحناء وطعام تخريج سلكة القرآن، فتفيض بذلك الخيرات على المساجين فينة بعد فينة، كما يؤكد ذلك محمد المختار السوسي. ورغم الاهتمام الذي حظي به الحاجب بحمد من طرف المؤرخين وتأكيدهم على الدور الذي لعبته في تولية المولى عبد العزيز عرش المغرب خلفا للسلطان المولى الحسن، فإن حضور للرقية في تولية ابنها كان بارزا منذ البداية، بفضل ما كان لها من حظوة عند السلطان ونفوذ عليه وتأثير كبير جعلاه يؤثر على المولى عبد العزيز بخلافته ويفضله على سائر إخوانه، رغم أنه هو الطفل الصغير. استحضار السلطان الحسن الأول وهو في آخر لحظات احتضاره لابنه المولى عبد العزيز سويداء القلب هو ترجمة حقيقية لاستحضار للرقية الأم العزيزة ولقيم الجمال المضطر بخصال النبل والعفاف والجود والسخاء. ويذكر المؤرخون أنها امرأة متعلمة وذات حس سياسي رفيع، إذ بفضل درايتها الواسعة بدروب السياسة تمكنت آنذاك بعد وفاة زوجها السلطان الحسن الأول من حكم المغرب 6 سنوات،
ومن إقناع الصدر الأعظم بوحمد باختيار ابنها عبد العزيز سلطانا على المغرب، وتمكنت كذلك من تنصيب هذا الأخير ملكا وهو لا يزال في سن 9 من العمر. يذكر الأمير الأحمر مولاي هشام في مذكراته أن والده مولاي عبد الله كان يستمع في طفولته خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي بعزف لالا قية الرائع ويستمتع بموسيقاها. لا أحد يذكر سنة وفاتها سوى هذه الإشارة التي أوردها الأمير الأحمر مولاي هشام، وعن قال عن علاقتها بمولاي عبد الله خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي. للحكاية بقية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.